بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، صباح الخير يا شباب. هنبتدي حصة الفرنسي أونلاين بالنسبة لأولى ثانوي. كل سنة وانتم طيبين. أول ورقة قدام حضراتكم ده الامتحان اللي أنا بعته الحصة اللي فاتت يوم الثلاثة اللي فات، وقلت لكم حاولوا حلوه. ده الإجابة بتاعته يا شباب، دي الإجابة بتاعته قطعة، وده اللي شكل الامتحان اللي هيجي لكم. قطعة واحدة عليها أربع أسئلة اختياري، اتنين سيتياسيون، وزي ما حضراتكم شايفين اتنين سيتياسيون منهم أربعة اختياري، تختاروا واحدة غير النظام بتاع الترم الأول. الترم الأول كان بيجي لك خمسة تختار اتنين، لا النظام اتغير، هيبقى أربعة تختار واحدة. وبعدين الجرامير عادي خالص، أربعة تختار واحدة. دي الإجابة يا شباب، ماشي؟ ده درس النهاردة يا شباب. أول حاجة معانا النهاردة إحنا بنكمل إيه؟ الوحدة التالتة. أنا اخترت النهاردة درس مهم وسهل ممتنع، بس عايز تركيز، اللي هو البرونوم بوسيسيف اللي انتوا خدتوه زمان في اعدادي وابتدائي، اللي هو الماسكولين مون تون سون نوتر فوتر لور، الفيمينان ما تا سا نوتر فوتر لور، البلوريال مي تي سي نو فو لور. اول فراز معانا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، زي ما احنا اتعودنا تملي ومعودكم على طول ابص بعض النقط، هل بعض النقط ماسكولان ولا فيمينان ولا بلوريال؟ بعض النقط ساك ماسكولان. فين الماسكولان في الاربعه الاختياري اللي معايا؟ ما الثالثه زي ما حضراتكم شايفين في الحل. يبقى انا ابص تملي بعض النقط، انا ما يهمنيش من الجمله، ما يهمنيش من تملي، بحط نفسي مكان الطالب اللي مش فاهم واللي عايز يفهم. بص بعض النقط ماسكولان ولا فيمينان ولا بلوريال، شكرا، حددت الكلمه اللي بعض النقط ماسكولان فيمينان وبلوريال، تختار على طول. اهي اول جمله ساك ماسكولان يبقى ما. الثالث اللي بعديها انكل ماسكولان يبقى الثالث طون. اللي بعديها تروس مقلمه فيمينان يبقى الثالث تا. اللي بعديها افير يعني اشياء اللي هي المستلزمات في الشنط، افير مستلزمات بلوريال يبقى سي الثانيه. نيميرو 5 بروفيسور فيها او في ميناء يبقى الاولى ما. نيميرو 6 بعد النقط، انا هنا ما اشوفش بقى بعض النقط لان هو مديني ايه بقى؟ فيربات. فيربات يعني اروح ادور على السوجي، مهم قوي فيربات، اروح ادور على السوجي، مديني فيربات. السوجي هنا ايه يا جماعه؟ ال يبقى تختار ايه من الفيربات اللي عندك؟ فا اللي هي الثانيه. برضك الجمله اللي بعديها فيربات، هروح ادور على السوجي. بس هنا بقى نخلي بالنا يا شباب، السوجي هنا سو سي دي، حولها لبرونون، لازم احول الاسم لبرونون، بحول الاسم لبرونون، يبقى هنا الا لانه ماسكولان. طب ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع معايا الثانيه والثالثه. هنا بقى حسب المعنى يا شباب، فيرب افوار يعني ايه؟ يملك، وفيرب اتر يكون. هنا بقول سو سي دي، هذا السي دي بيكون ال بيكون بتاع يبقى سو سي دي اي ال الثالث. حرف جر، حروف الجر يا شباب، بدام عندنا ساعه بعض النقط، حروف الجر بدام عندنا ساعه يبقى الثانيه. مجازين يعني مجلات، فيها او بس ماسكولان، دي من ضمن الكلمات الشاذه يا شباب، من ضمن الكلمات الشاذة هتبقى طن. مجازين فيها او بس ماسكولان تبقى طن.
الثانية نيميرو 10. عندي فربات، الفربات هنا اروح ادور على مين زي ما اتفقنا السوجي. فين السوجي هنا في الجملة اللي هي on a besoin، on وراها فرب متصرف conjugué، يبقى الـ a. بس بعض النقط زي ما انتم شايفين، شايفين في كلمة de la musique مش هتفيدني بحاجة. طب ابص بعض النقط، في بور، وبور لازم حرف الجر بور يجي وراه فيرب في الانفينيتيف، فيرب في الانفينيتيف يعني فيرب في المصدر. يبقى هنا ناخد ايكوتي اللي هي التانية، مهمة قوي. فراس نميرو 11 اللي بعديها، حروف جر هنا ملكية، سو ساك اي اموا الثالثة بتاعتي، هذه الشنطة بتكون بتاعتي. أدوات نميرو 12، أدوات بعض النقط فيلم ماسكولان يبقى لو الثانية. أداة استفهام، أداة استفهام لازم أكون عارف يا شباب معنى أداة الاستفهام، كومون كيف، كوا شيء، كو ماذا، كي من. يبقى هنا بيقول إيه؟ تو في، أنت بتعمل كوا، أنت بتعمل إيه؟ أي شيء، أنت بتعمل إيه في السنتر دوكيومون دانفورماسيون السي دي إي اللي هو السنتر دوكيومون دانفورماسيون اللي هو مركز الوثائق المتعددة. أدوات استفهام، هختار أكي، بتاع مين هذا الأورديناتور؟ أورديناتور اللي هو الكمبيوتر. فراز جملة 15 مهمة أوي يا شباب، مهمة مهمة مهمة. ليه؟ لأن بعض النقط هنا جاية لي إيه؟ فيمينا، بس أول الكلمة نبتدي هي بحرف إيه؟ فويل، حرف فويل يعني حروف متحركة. الآ هنا فويل، يبقى مش هضطر هاخد ولا السا اللي هي الأولانية ولا الما، يبقى أنا هاخد الما الثانية. ليه؟ فيمينا واخد ماسكولان، عشان في فويل، عشان فيها فويل. الصفحة اللي بعديها يا شباب بردك جرامير، أنا بهتم بالجرامير لأن الجرامير هو معنى الكلمات ذات نفسها يا جماعة. عرفت الجرامير هتعرف تعمل أي شيء. بردك برونون الأدجكتيف بوسيسيف عادي، فيمينا بعض النقط، فيمينا أول جملة، فيمينا كوبين يبقى السا الثالثة، فيربات أهي أروح أدور على الفيرب، الستيلو سون الثالثة، لوكا. طب مستر انت خدت التالتة ليه؟ ما هو من الاربعة ينفعوا، خلي بالك الفون تمشي مع الاستيلو، لان انا لما احول الاستيلو الكلمة دي لبرونون هتبقى ايه؟ يلبأس، يلبأس يمشي معها الاربعة، بس هنا حسب المعنى، مهم يا شباب جدا. المعنى هنا اللي لما الحبر بتكون بتاعة لوكا، سون لوكا صفر. مفيش حاجة بعد النقط، اتفقت مع حضراتكم يا شباب، بدل مفيش حاجة بعد النقط يبقى دي صفر. بتعود على مين؟ بريفيري عن المفضلة، بريفيري عايدة على مين؟ على المجازين، والمجازين دي اتفقت مع حضراتكم ان هي ايه؟ ماسكولان بلوريال. يبقى انا عايز ايه؟ بريفيري ماسكولان بلوريال، هتبقى التالتة زي ما حضراتكم شايفين. اللي بعديها أدوات بلوريال بعض النقط رومان بلوريال يبقى الرابعة. نيميرو 5 دي في دي ماسكولان يبقى الثالثة. نيميرو 6 اللي بعديها، مش لازم أقول الرقم عشان عايز أحل أكبر قدر ممكن يا شباب، بعض النقط خليكم معايا، بعض النقط سي دي إي اللي هو سنتر دوكيومون دانفورماسيون ماسكولان يبقى الثانية. ستيفان سو ريغل سيت ريغل سيت او سي لا ريغل دو ستيفان، هنا ملكيه
سي لا ريجل دو ستيفان. هنا دي ملكية مضاف ومضاف إليه. الرجل دي بتاعت مين؟ بتاعت ستيفان، وستيفان عنده إيه؟ رجل، رجل يعني مسطرة، فبضطر إن أنا أحط حرف الجر دو ملكية. طب ما هي الأ تنفع يا مستر، آه بس ده إكسبريسيون يا جماعة. اللي بعديها، آه نخلي بالنا بالجمل بقى دي لو سمحت. زي نيميرو ويت. سي فوتو سو ألوي. وي سو سون سي فوتو. بعض النقط إيه يا شباب؟ بلوريال. فوتو نخلي بالنا إنها فيمينا بلوريال. أنا يهمني إنها بلوريال. طب أنا اخترت سي ليه وما خدتش الثانية ولا الثالثة ليه؟ لاني عايد على مين زي ما انا عمل لكم روند كده سيركل دايره صغيره حوالين لوي. هذه الصور بتكون بتاعته، دي هي بتاعته. شفنا فهمنا ازاي يا جماعه؟ دي بتاعته. سي سون اورديناتور، هذا بيكون كمبيوتر، الكمبيوتر بتاعه. إليه، الإيل هنا عايد على مين؟ على الاورديناتور. إلي أ لوي، ده بتاعه. الهه دي اللي هي لوي، لو في ميناء هحط ال، يبقى احنا خدنا عرفنا لوي للماسكولان وال للفيمينا، ودول يجوا في الاخر تملي بعض حرف جر. هنا نيميرو 10 ماسكولان امبلوا دو تون، اللي هي او مواعيد. ماسكولان امبلوا ماسكولان يبقى التون. فيربات سهله، نمره 11 يبقى الثانيه الان عشان السوجي نو، برضك هنا مهمه. نمره 11 نمره 12 ست رجل، هذه المسطره رجل مسطره، هذه المسطره بتكون الوي بتاعته اهي، هذه المسطره بتكون بتاعته. وي بتكون بتاعته اهي، يبقى سا رجل لأن رجل في ميناء أداة استفهام. سو رومون إي أكي، الرواية رومون يعني رواية بكل مين؟ أدجكتيف بوسيسيف كلاس في ميناء، يبقى تاخد الثانية تاع. هنا أهي الشنطة دي لو ساك دو فريد، شنطة فريد سي أ لوي بتاعته. استوار هنا في ميناء استوار، بس فيها إيه؟ الاش. شوف انا حاطط لكم شرطه صغيره تحت الاش، ده حرف فويال، يبقى تاخد الطن. ماتيير في ميناء يبقى الماء الاولى. نخش على اكزرسيس 3 ادوات استفهام. اكي بتاع مين؟ اي لو سي دي. ماجازين ماسكولين بلوريال يبقى السي الثالثه. ان فيربات، اجري ادور على السوجي، فين السوجي هنا؟ ان تصرفها زي ايل وال، يبقى ريجارد الثانيه. سو ليفر اي ا توا، هنا بقى جمله نقدر نفهم منها البرونو يا جماعه كلها. هل انتوا يا جماعه شايفين هو مديكوا ايه في الاربعه في النيميرو 4؟ مهمه قوي الجمله دي. هل الجو تيجي في الاخر يا جماعه؟ في حد شاف الجو تيجي في الاخر؟ طبعا لا، لازم تيجي في الاول، دي ما بتنفعنيش. التوا يا تيجي في الاول الجمله طوالي في الاول خالص، تيجي توا ولازم يجي وراها تو. دي لو فراز كومبليت من الاول للاخر. توا تيجي في الاول بس لازم يجي معاها تو. توا تو فا اليكول اهي. إل ما تجيش في الاخر، تيجي في الاول برضه. وتو عمرها ما تيجي في الاخر. يبقى ايه اللي يجي في الاخر؟ اللي هي توا. سو ليفر اي ا توا، هذا الكتاب بتاعك، هي دي الترجمه بتاعته. فيربات يبقى فا الثانيه اداه استفهام. اكي اي سو ليفر سي ا موا، بتاع مين الكراسه؟ دي بتاعتي. اكسبريسيون على بعضه يا جماعه، إليا يعني يوجد، يوجد اورديناتور في السي دي. فوالا سا تروس الي ا ال، خلي بالنا هنا يا جماعه في الجمله دي لو سمحت.
هل التو تيجي في الاخر؟ لا. الطوا والال والموا يجوا في الاخر. طب اشمعنى اخترت ال؟ لانها عايده على مين؟ فوالا، هذه ساتروس، هذه ايه؟ مقلمتها. هذه مقلمتها. ال هنا عايده على مين؟ على المقلمه، لان المقلمه هنا في ميناء. الال الاولانيه اللي في الجمله عايده على تروس. طب والال اللي في الاخر اللي انا هحطها الاختياري ده عايده على الها. فوالا ساتروس، هذه مقلمتها. هي عايده على المقلمه، هي بتكون بتاعتها. شفتوا الترجمه جايه ازاي يا شباب؟ نيميرو 9 ماسكولان سي دي، يبقى لو الثانيه. فربات الاورديناتور اي ا مون بير، بيكون بتاع بابايا. كومبيان، لازم يا جماعه كومبيان يجي وراها دو الثالثه، وتيجي بعد دو لازم يجي كلمه بلوريال. كومبيان دو تابل، لازم نخلي بالنا. تملي بقول لك بص بعض النقط، ماسكولان جيب ماسكولان، فيمينان جيب فيمينان، بلوريال جيب. ما هنا يا مستر تابل بلوريال، هاخد دي الثانيه. لا، بدان في كومبيان تختلف الجمله، هنا بتختلف كم من الترابيزات بتوجد في السلف اللي هو المطعم بتاع المدرسه. نو، نو هنا نو روجاردون حسب المعنى. نو نحن بنتفرج على الفيلم. سو لو ديكسيونير، ديكسيونير هو القاموس. لو ديكسيونير سي كوا، عباره عن ايه؟ لو فرونسي سي ما لونج، لونج هنا في ميناء عشان كده جبت ما. جو، جو هنا يعني ذوق، ذوق رياضي. ماسكولان يبقى سون الثانيه. سي تا راكيت، راكيت في ميناء. اكتيفيتي هنا في جمله دي سات رقم 17، اكتيفيتي في ميناء يا جماعه. شايفين بريفيري فيها او مفضله في ميناء، عايد على الاكتيفيتي اللي هي الانشطه. طب هنا الانشطه ايه؟ في مينام بس بتبتدي بحرف فويال، يبقى هاخد الطون. ماشي يا شباب. اللي بعديها فراز نيميرو 18 اهي. سو كايي اي اتوا، هذا هذه الكراسه بتاعتك. بص هقول هي لا سوري، هنا سو كايي اي اتوا، هذه الكراسه بتاعتك. لا دي بتاعته. هنا بيقول لي نو، بدم قال لي نو يبقى لازم يجيب حاجه مختلفه. سو كايي، هذه الكراسه اي اتوا بتاعتك. لا دي بتاعته، ما اقدرش اقول بتاعتي، عشان كده خدت سون. ادوات استفهام، اكالور الساعه كام انت بتذهب للسي دي اي. سبور ماسكولان خدت الثانيه طون. ليسي ماسكولان، ليسي ماسكولان يا شباب خلي بقى ورقم، ما فيها او يا يا مستر. لا من ضمن الكلمات الشاذه مون، يبقى ماسكولان اهي. هنا بقى نبص بقى نيميرو 22، فراز 22 بتقول لي ايه؟ لو ليفر اي امونا، هل الكتاب، لان ده سؤال لازم اجيب صيغه استفهام، هل الكتاب بيكون لمنى؟ وي، هنا بيقول لي وي. إلي ا ال ا ده هو بتاعها. شفت الفرق بين فراز 22 و18؟ اهي شفتوا الفرق بين جمله 18 و22 يا شباب؟ مختلفه، محتاجه ترجمه. نمره 23. إلي سامبا، هو بيكون كويس. Il me prête tout. Prête يعني سلفني. الفيرب ده مهم وجديد يا شباب. Il est sympa. Il me prête tout. ده هو بيسلفني كله. C'est ma trousse. Elle est à moi. Magasin هنا masculin. يبقى c'est un magasin الأولى. نمرة 26. C'est le sac à ta mère. هل هذه الشنطة بتاعت مامتك؟ دي هي ايه؟
شنطتها. انا هجيب الصان الاولى ليه؟ لان السك هنا ماسكولين، هي عايدة على مين؟ على ماما. بس انا عايد على، انا عايز اقول ايه؟ الملك هنا لمين؟ الشنطة بتاعت ايه؟ مامتك. سي، هل هذه شنطة مامتك؟ دي شنطتها. يبقى الصان لان الساك ماسكولين. سي مون ليفر الي اموا، ده بتاعي. هنا نمرة 28 حروف جر. مفيش في الجملة أداة استفهام. أبص بعض النقط، بعض النقط هنا في فيرب في المصدر انفينيتيف، يبقى هاخد بور زي ما اتفقنا. الجملة اللي بعديها يا شباب، سي تون شيان. نو سي لو شيان دو مونا. برضك أنا جبت نو زي الجملة بتاع ال 18 اللي فوق، حاجة عكسية. بيقول لك إيه؟ هل هذا كلبك؟ هل هذا كلبك؟ لا، ده كلب مين؟ منى، فلازم أقول له نو. سي تون سي دي، هل هذا السي دي بتاعك؟ لو سي دي أ توا، عشان في تون. هنا ضماي، لازم أشوف الفيرب اللي بعد النقط. الفيرب هنا أ يا جماعة. إيه اللي بياخد أ؟ يبقى أون الثانية. أداة استفهام، تا ميزون ألي أو، بيتك. الال دي عايدة على تا ميزون، بيتك بيكون فين؟ أين؟ بروفيسور بلوريال في نمرة 5، يبقى مي. 6 جوم في ميناء، لا الثانية. ديكسيونير ماسكولين يا جماعة، فيها أو بس من ضمن الكلمات الشاذة. ديكسيونير ماسكولين يبقى مون. Ce sont mes gommes, les gommes, gommes يعني أستيكة. Ce sont mes gommes, les gommes sont à moi, بتاعتي. Le CD est à lui, هي lui اللي تنفع. التو عمرها ما تيجي في الآخر، ولا je ولا المو. هنا نمرو 10، c'est la guitare de Martine. هنا عايدة على مارتين، يعني فيمينان، دي بنت. هل هذا الجيتار بتاع مارتين؟ لا، جيتار اي ال ده بتاعها. ست ماكيت اي ا موا، هي الوحيده موا اللي تنفع، لان جو عمرها ما تيجي في الاخر، والمو عايزه تيجي وراها كلمه ماسكولين، والما لازم وراها كلمه فيمينان. il n'y a pas، الجمله هنا منفيه، يبقى لازم اخد دو الثانيه، لان اتفقنا مع حضرتك الان اون دي دو دو لا دو الابوستروف الدو لا، كل دول يتحولوا لدو في النيجاتيف ما عدا فيرب اتر. 13 سي تا كاسيت، لا كاسيت اي ا توا. Ce sont les magazines de Mathilde. Ils sont à elle. أيوه. الـ il اللي موجودة في الجملة الثانية يا جماعة. Ce sont les magazines de Mathilde. الـ il اللي في الجملة الثانية. Ils sont دي عايدة على مين؟ عايدة على المجازين. Ce sont les magazines de دول، المجلات بتاعت ماتيلد، ده هم إيه؟ بتوعها. نمرو 15. Ce sont les clés de mon père. De mon père. Les clés sont à lui. Ce sont tes romans. Ils sont à toi. Le week-end, je joue au football avec mes copains. Pluriel. C'est mon ordinateur. L'ordinateur est à moi. Vendredi, Sarah et sa famille. Une famille féminine. Mais j'aime pas trop ça. ما بي دي، بي دي اللي هو كراسة الرسم، اللي هو بون ديسان. لا بون ديسان، بون ديسان اللي هي كراسة الرسم، أو وممكن يتقال على الكتب الملونة أو الكتب اللي فيها رسومات. لا بون ديسان. ما بون ديسان هنا فيمينان، يبقى لازم آخد بريفيري فيمينان، خدت الأخيرة. أداة استفهام كون، متى.
متى انت بتذهب للسي دي؟ tu me prêtes. هل انت تسلفني ton سي دي؟ هل انت تسلفني السي دي بتاعك؟ سي تا فوتو، قلنا فوتو دي في ميناء من ضمن الكلمات الشاذه، ما فيهاش او بس في ميناء. بوركوا اداه استفهام، بوركوا الفا او سي دي، لماذا هي بتذهب للسونتر دوكيومون دانفورماسيون؟ لا بي دي اي ا ليا، انا خدت ليا. الجمله النمره 25 دي يا جماعه مهم. ليه؟ لان الجوع عمرها ما تيجي في الاخر، ولا الايل ولا التو، هي تمشي ليا. اخر حاجه يا شباب في الجرامير دي اهو، ده هيبقى دوفوار للمره الجايه، ده دوفوار مهم للمره الجايه، وانا هكتب عندي اهو ان باج دي هتبقى كدوفوار، هديكوا الحل بتاعها المره الجايه يا شباب عشان تتمرنوا على الادجكتيف بوسيسيف اللي احنا خدناه وحروف الجر. ماشي يا شباب؟ هنا بقى امتحان عايزين نحل. الحصه اللي فاتت يوم الثلاث اللي فات اديتكم جرامير وشبعنا جرامير، الحصه اللي فاتت والحصه دي شبعنا جرامير، عايزين ناخد قطعه نفهم القطع، لان القطع مهمه من المعاني اللي احنا خدناها من الجرامير اللي احنا فهمناه. ده اللي قدامكم قطع عباره عن ايه يا جماعه؟ ايميل. دافيد بيبعت لحسام بيتكلموا ايه؟ كوبان، اصدقاء، وعن الذوق. اهي سالو جو مابيل دافيد جي 16 ans جي دي كوبان فرونسي اي ايجيبسيان جيتودي او ليسي فولتير ا باريس جيم سور في سور فيسبوك جادور لي ماغازين J'adore les magazines de mode comme Marquis Magazine. J'ai un nouveau copain. Il s'appelle Hervé. Il est sympa. Il me prête des romans et des CD pour écouter de la musique. David. فهمنا القطعة؟ طب أترجمها لكم برضه. سلام، أنا اسمي دافيد، أنا عندي 16 سنة، لدي أصدقاء فرنسويين ومصريين، أنا بدرس في مدرسة فولتير في باريس، أنا بحب أعمل تشيرش على الفيسبوك، أنا بعشق المجلات الموضة مثل مجلة، ده اسم مجلة ماركي ماجازين، مجلة ماركي. جي أن نوفو كوبان، عندي لدي صديق جديد نوفو. Il s'appelle Hervé. هو يسمى Hervé. Il est sympa. هو حلو. Il me prête. قلنا الفرب ده مهم. شفتوا بيتكرر ازاي يا شباب؟ Il me prête. Prête يعني سلفني. هو بيسلفني روايات و CD pour écouter de la musique عشان اسمع مزيكا. اهي الترجمة سهلة والقطعة سهلة جدا، لكن الأسئلة جاية على فهم القطعة. والإجابة قدامكم اهو. اهو ماركي ماجازين ايه؟ يعني ماركي ماجازين دي بتكون عباره عن ايه؟ اهي خدت دي ماجازان، ماجازين دو مود، مجله للموضه. فولتير سي لو مون سي لو نوم دو ليسي، ده اسم مدرسه. ايرفي ودافيد سون دو كوبان، هم اصدقاء. دافيد ام بيحب ايه؟ سور فيسبوك، بيبحث على الفيسبوك. القطعه اللي بعديها اهي عباره عن كارت بتاع مدرسه بتاع طالب اسمه ليو دولو، مدرسه سان ميشيل، عنده 15 سنه ونص، نيسانس دات دي نيسانس اللي هو تاريخ الميلاد 17 يناير، ليو دي نيسانس مكان الميلاد، ليو يعني مكان الميلاد 20 شارع فيكتور هوغو باريس، لا سكولبتور اي لو باسكت، الجو، جو اللي هو الذوق، اسكليبتور اللي هو فن النحت، انا مترجمها لكم اهو. فن النحت والباسكت، يعني الذوق بتاعه بيحب فن النحت والباسكت. الوزير اللي هي اوقات الفراغ، بيحب يقضيها في الروايات،
قراءة الروايات، سمع الموسيقى والشات في الفيسبوك. الأسئلة جاية، ثانية واحدة يا شباب معلش، أهي الأسئلة هي يا شباب. سان ميشيل إلو نوم، سان ميشيل اسم إيه؟ أن ليسي، أهي ليو إني، ليو تولد سي 17 جانفيي سي مين؟ كي أم إيكوتي دو لا ميزيك، مين بيحب المزيكا؟ ده ليو اللي هو الطالب، هو جايب لك في القطعة اسمه ليو لودو، ليو لودو دو ده لودو ده اسم العيلة يعني اسم والد. نمرو كاترا اي لان دي جو دو ليو، بتكون إحدى أذواق ليو. إيه اللي بتكون إحدى أذواق ليو؟ اللي هو لير دي رومان، لير دي رومان. سيتياسيون، السيتياسيون اللي قدامنا يا شباب أربع جمل زي ما أنتم شايفين، بس للأسف على النظام اللي هو يجيب لك خمس إجابات تختار اثنين. لا، في الامتحان الكتب طبعا الخارجية اللي احنا بنحل منها زي اللي عندكم برافو، واللي عنده ميرسي، واللي عنده المعاصر، واللي عنده مون بروفيسور، أي كتاب، الكتب كلها نازلة على هذا النظام. سيتياسيون سؤال وخمس إجابات تختار اثنين. لا، الامتحان هيجي زي ما وريتكم في ورقة الأسئلة اللي هي في الأول اللي هو الامتحان اللي بعت لكم الإجابة بتاعته النهاردة، هتيجي سيتياسيون أربع إجابات تختار واحدة. يقول لك أنا مي تو دوموند سو كو تو في أو سي دي إي تو دي، صديق بيسألك ماذا أنت تفعل في السي دي إي اللي هو السنتر دوكيومون دانفورماسيون، هتقول إيه؟ أهو هقول أ و أ، جو في دي ريشيرش بعمل أبحاث أو بسمع سي دي إي. نمرو دو تو شيرش لا ديفينيسيون، tu cherches la définition d'un mot. Définition, le mot تعريف. انت بتبحث عن تعريف كلمة. Tu dis, هتقول ايه؟ هقول B ou D. Je consulte. Consulte يعني استشير. Mon dico. J'utilise, استخدم. Verbe ده جديد برضك. Utilise, استخدم. استخدم القاموس. Numéro 3. Tu aimes la lecture, انت بتحب القراية، هتقول ايه؟ اه je vais au CDI، اروح centre document d'information، او je vais à la bibliothèque، او هذهب الى المكتبة. Ton ami te demande la définition d'un atlas. Ton ami te demande la définition d'un atlas. يعني صديقك بيسألك تعريف الأطلس، ديفيناسيون يعني معرفة بالأطلس، إيه هو الأطلس؟ هتقول له إيه؟ سي ودي، سي تان ليفر ده عبارة عن كتاب لرسم الجغرافيا، أهي إنستراكسيون، إنستراكسيون جيوغرافيك، ده عبارة عن رسم الجغرافيا، أو سيتان ليفر افيك دي كارت، كتاب للخرائط. جرامير زي ما انتم شايفين يا جماعة، الجرامير برضك على اللي احنا خدناه النهاردة، أهو adjective possessif، خدنا إيه؟ سي مون أطلس، خدت مون، المون اللي هي إيه؟ التانية. ليه التانية؟ لأن الأطلس ده ماسكولان. نمرو دو اي سو ستيلو، ستيلو اي سو ستيلو أداة استفهام، لازم أكون عارف أدوات الاستفهام يا شباب. أدوات الاستفهام هنا إيه؟ كي وكوا وكون وأكي. كي مين؟ وكوا شيء، وكون متى، وأكي لمين. يبقى أقول إيه؟ أكي إيه سو ستيلو، أكي إيه سو ستيلو، بتاع مين هذا القلم. آخر جزء معانا يا شباب في الفرازات دي،
برضك أدوات زي ما حضراتكم شايفين adjective adjective possessive adjective possessive اللي هو نمرو 3 عندي بالون. طب بالون هنا ماسكولان ولا فيمينان ولا بلوريال؟ ماسكولان يبقى مان. طب اللي بعديه لا بي دي، لا بي دي قلنا البون ديسان اللي هو كتاب اللي فيه رسومات، كتاب اللي فيه رسومات. لا بي دي سي مون ليفر. طب ما فيش حاجه بعد النقط، طيب عايد على مين؟ لما احنا اتفقنا بدل ما فيش حاجه بعد النقط اشوفها عايد على مين؟ عايد على مين هنا؟ مون ليفر. مون ليفر هنا ماسكولان، يبقى بريفيري ايه؟ الثانيه، لان بريفيري الثانيه هي دي الماسكولان. الاولانيه فيمينان بلوريال، الاولانيه لان اخرها ايه؟ او اس، يبقى فيمينان بلوريال. الثالثه فيمينان، الرابعه ماسكولان بلوريال. تفرق يا شباب بدم بعض النقط، ما فيش حاجه بروح ادور اشوف عايد على مين، فعايد على هنا على مون ليفر ماسكولان. ادوات استفهام الكو ماذا، الكي من، كوا شيء، كل ما او اي، ادي ادوات الاستفهام. طب هنا احط ايه؟ دو اون ا بيزوان، بيزوان يعني محتاج، بور رجاردي عشان اشاهد فيلم، يبقى اقول ايه؟ انت محتاج اي شيء؟ ايه الشيء اللي انت محتاجه عشان تشوف فيلم؟ اهو دو كوا، ايه الشيء اللي انت محتاجه عشان تشاهد فيلم؟ اهو إلنيا. هنا الجملة بعد النقط في إيه يا جماعة؟ سي دي إي اللي هو سنتر دوكيومون دانفورماسيون، سنتر دوكيومون دانفورماسيون اللي هو مركز، اللي هو مركز المعلومات. هنا ماسكولان بس مش هقدر آخد أن اللي هي الثانية، ليه؟ لأن الجملة فيها نيجاتيف، جملة نيجاتيف، يبقى مش هنفع اخد ان، هاخد دو الاخرانيه. ليه؟ عشان قلنا يا شباب الان اون دي دو دو لا دو الابوستروف دي، كل دول بيتحولوا الى دو اللي هو دي اي لما تكون الجمله منفيه نيجاتيف، ما عدا لو الجمله فيها فيرب ات. والاسبوع الجاي هحاول اجيب اتك على كده واديكم الفربات يكون جملة فيها فيرب أتر وتكون نيجاتيف، لما الاقي فيرب أتر في الجملة ومنفي هنزل الآن والإن والدي عادي، لكن مفيش فيرب أتر بتتحول لدو. سي لو ديكسيونير، سي لو ديكسيونير، سي لو ديكسيونير، يبقى إيه؟ أتوا، دي أدوات اللي هي البرونون. سي لو ديكسيونير أتوا يعني سيري ديكسيونير، يعني ده سؤال بيقول لك ايه؟ هو هل السيد الديكسيونير ده بتاعك؟ ده سؤال، انت بقى تجاوب تقول له وي ولا نو؟ خلاص. ماشي يا شباب، انا كده خلصت حاجة النهارده، اديتكم الجرامير، والحصة اللي فاتت كانت جرامير، واتكيت على الجرامير، والنهارده اديتكم القطع، واديتكم سيتياسيون. الحصة الجاية يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله هندي بقى قطع وجرامير وسيتياسيون، ونخش بقى إيه في المعمعة إن شاء الله على طول، وبالتوفيق. سلام يا شباب.